تأكدت جاهزية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد جدة السعودي لخوض وديتي الفراعنة أمام البرتغالي واليونان، حيث أكد الجهاز الطبي للمنتخب جاهزيته للمشاركة. وغاب كهربا عن تدريبات المنتخب في القاهرة وسويسرا، أكد اللاعب رغبته المشاركة في أمام البرتغال في مباراة الغد للظهور بشكل جيد لتحقيق حلمه بالاحتراف الأوروبي بعد المونديال بعد قراره الرحيل عن الدوري السعودي.